رمضان مبارك للأمة الإسلامية. السيد خالد عيسى بو علي، موقع راجع في البال، يرحب بك ويشكرك على قبول الدعوة. وأنا كذلك أشكركم على هذه الدعوة، ورمضان مبارك كريم لكافة المسلمين في جميع أقطار المعمور وللجمهور الرجوي بصفة خاصة. نمر الآن إلى الملف الذي يشغل بال الكرة الرجوي، ألا وهو السياسة التي أعلن المكتب المثير أنه سينهجها والمتمثلة بالتشبيه. السيد خالد عيسى بو علي، ألا ترى أن هذا ليس هو الوقت المناسب، خاصة أن الفريق بطل الدوري المغربي والآن ينافس على حجز مقعد في المربع الذهبي لدوري الأبطال؟ إن أمكن تتحدث لنا بالتفصيل عن هذه السياسة. أولا، هناك خلط لدى الرأي العام بصفة عامة ولدى الرأي ولدى الجمهور الرجوي بصفة خاصة. لم يعلن المكتب نادي الرجاء الرياضي بأن هذه السنة هذه غادي تكون غادي يكون الفريق كينهج سياسة التشبيب بصفة جذرية 100%. كل ما هنالك إلى لاحظتوا الآن التركيبة البشرية ديال النادي، فالتركيبة البشرية ديال النادي راه هي بقات نفس التركيبة البشرية ديال السنة الماضية، غير متولي اللي فقط اللاعب متولي اللي الآن كي في الدوري ديال الإمارات، وكنظن هو الوحيد اللي بوشرواد اللي كان لي اونس شولار كان متولي اللي هو كان لاعب رسمي، وابو شروان اللي هو التحق بالدول ديال الخليج باش يكمل المشوار ديالو. فالتركيبه البشريه بقات هي، ولكن اشنو هو الجدوى من مراكز التكوين في النادي، واشنو هو الجدوى من البطولات ديال الفئات الصغرى، الى ما كانش كل سنه النادي يعطي يزيد في الفريق الاول او يطلع الفريق الاول واحد العنصر او جوج. لنفرض اننا بقينا بنفس التركيبه البشريه ديال السنه الماضيه، ما زدنا عليها حتى شي عنصر، اشنو هو الموقف؟ هذا تساؤل. اشنو هو الموقف ديال الجمهور الرجاوي اللي شاف الشيبي في الفريق الوطني للشبان واللي تألق؟ وبالمناسبه ان فريق اجنبي، لا بغيت نذكر لكم الاسم ديالو، نذكر انه هو كيمارس في البطوله العربيه وفريق اجنبي جا باش يدي لنا هذا العنصر هذا اللي هو تولوز الفرنسي. تولوز، بمعنى ان هذا اللاعب هذا الى ما دمجتيش في الفريق الاول، على الاقل يدرب، على الاقل يعرفوا المدرب، كون دوبليور ماشي، وتعطيه واحد الحافز معنوي، وتوجدوا من هنا للسنه المقبله ان شاء الله يكون جاهز، ونبداو نسنوا هذيك السياسه ديال الابناء ديال الفريق كنعطيهم الاولويه باش يكونوا ممارسين في الفريق الاول. راه ماشي السياسه ديال المكتب هو انه نطلعوا 11 لاعب او 10 ديال اللاعبين ونستغناو على هاد اللاعبين اللي كاينين الان. هذه سياسه، هذا الراي هذا راه راي خاطئ. حنا بغينا هاد الشبان هادو على الاقل يتدربوا مع الفريق الاول. وتصور معايا لاعب غادي يجي يتدرب مع الفريق الاول وفي فئه الشبان، كيفاش غادي يعطي واحد الشحنه للاعبين الاخرين لفريق الشبان اللي كيشوفوا الصديق ديالهم وفي نفس السن ديالهم كيتدرب مع الفريق الاول؟ حتى هما غادي يبذلوا واحد المجهود في التدريب ديالهم وفي المباريات ديالهم، غادي يحسنوا المستوى ديالهم باش يوصلوا. إذن السياسة ديال المكتب ماشي هي تغيير جذري، ماشي هو تشبيب بواحد النسبة ديال 100%، ولكن كل سنة عنصر أو عنصرين من المدرسة ديال النادي يلعب في الفريق الأول. راه الفرق العالمية كدير انتدابات. الرجاء هاد السنة باش يفهم الجمهور، راه ماشي ضد الانتدابات، ولكن إلا غادي ينتدوا واحد اللاعب اللي غادي يعطي إضافة، اللي غادي يعطي إضافة. ما غاديش نجيب واحد اللاعب اللي هو عادي وعندك خمسه ديال اللاعبين في نفس المستوى ديالو. الا كان عندك ابن نادي في نفس المستوى ديال واحد اللاعب اللي غادي ينتاد وانت ب 120 او 130 مليون، انا كنفضل انني نستثمر هذيك 120 مليون في مركز التكوين، في الاهتمام بالفئه الصغرى، وكل سنه نبداو نعطيو جوج ديال اللعابه او ثلاثه ديال اللعابه. مع انا كنعاود نكرر هذا الكلام ديالي، راه الانتدابات الا بغيتي تلعب في اعلى مستوى، تلعب بطوله افريقيا، بغيتي تلعب بطولة العالم، راه خاصك ضروري انك دير انتدابات. راه فريق برشلونة
راه كيدير انتدابات ولكن كيرجع كيرجع للمدرسه ديالو، رغم انكم غادي تقولوا لي لا قياس مع وجود الفريق. راه لا قياس مع وجود الفريق، ولكن من حيث المنهجيه فهاد المنهجيه هذه راه دايرينها جميع الفرق العالميه. الفرق العالميه اللي كتبغي كتشوف الامام وكتبغي تكون واحد الفريق تنافسي على المدى المتوسط والبعيد، راه كتبع هاد السياسه هذه. حنا مع الانتدابات، ولكن شكون شي انتدابات ديال الانتدابات اللي غادا تكون قويه. حنا ما بغيناش نسقطوا في الفخ ديال السنه الماضيه، نجيبوا 18 لاعب ويلعبوا ثلاثه او يلعبوا اربعه. هذوك 18 لاعب اللي غادي نجيبوهم ويلعبوا ثلاثه، النادي في الميزانيه ديالو كتعرف واحد الاختلال، وبالتالي حتى الابناء ديال الفريق وابناء ديال المدرسه ديالنا غادي يشوفوا بان النادي غالي في هذيك السياسه ديال كل سنه كيجيبوا 7-8 كيقول لك عمرني ما غادي نلعب في الفريق الاول. وإلا شفنا الفرق الوطنيه كامله ما كاينش شي فريق ما فيه جوج العناصر او ثلاثه ديال المدرسه ديال النادي. اذا علاش حنا ما نديروش واحد السياج داير بالنادي ديالنا، ونحاولوا ندرسوا الاسباب اللي كتخلي هاد العناصر تتالق الفرق الوطنيه اخرى وما تتالقش النادي ديالنا، ونعرفوا الدوافع والاسباب. ونعرفوا الدوافع والاسباب غادي نوصلوا للداء فين كاين، وبالتالي غادي نحاولوا نصلحوا الاخطاء ديالنا. غيكونوا شي انتدابات ان شاء الله في المراكز الخصاص اللي عند فريق رجاء البيضاء؟ بطبيعه الحال راه حنا اللي خاص يعرف الجمهور هو ان راه لاعبين البطوله الافريقيه، ولاعبين البطوله الافريقيه في ظل واحد الاكراهات في ظل واحد الاكراهات المكتب المسير. ما كنقولش المكتب المسير ما دارش اخطاء، راه الانسان راه اللي كيخدم هو اللي كيخطا. بيان سور كاينه اخطاء، كاين اخطاء من ضمن الاخطاء هو اننا تاخرنا في التعاقد مع المدرب. اما ان في نهايه الموسم ملي حسمنا في الامر ديال البطوله كنا نجلسوا مع المدرب واش غادي تكمل معنا او ما غاديش تكمل معنا. في نهايه الموسم كان خاصنا نتفاوضوا على اللعابه لحد باقي المكاتب المسيره ما دارش الجموع العامه ديالها. حنا الخطا اللي وقعنا فيه الان هو اننا ملي بغينا نديروا هاد الانتدابات، ومع العلم ان راه جميع الانتدابات او جميع العناصر اللي عطانا السي محمد فاخر كلها اتصلنا بها. راه العناصر ديال الحسيمه اللي كيلعبوا معنا راه كنديرهم محمد فاخر في لا ليست، واكثر من ذلك راه هو تفاوض معاهم هو بنفسه. اذا الجمهور ملي كيقول الرجاء استغنى عن المدرب، راه العكس هو اللي صحيح. راه المدرب استغنى عن النادي ديالو، ولكن اذا كان عطينا 7 ديال اللاعبين وحنا جبنا 3 ديال اللاعبين من بين اللاعبين اللي كنديروا في لا ليست وما جبناش هذوك 4، راه كيقولوا لي الضروره شي احكام. الوقت اللي بغينا نمشيو نتكلموا مع هذوك الناس او هذوك اللاعبين لقينا اما الفروق ديالهم عندهم ازمات وما داروا الجمعه عامه، اذا ما لقيناش واحد المحاور اللي غادي تحاور معنا في المكتب اللي كيملك هذاك اللاعب. ومن الاخلاقيات ديال النادي ماشي غادي يمشي يتحاور مع واحد اللاعب ويمشي يتحاور مع اللاعب ويخلي المكتب، خاص يتكلم مع الرئيس والناس اللي مشرفين على هذاك اللاعب، عاد كنتكلموا مع اللاعب. ضمن الانتدابات باش نكمل السؤال ديالكم، ضمن في ظل الانتدابات كاين بعض المحادثات مع بعض الفرق على بعض اللاعبين، والجمهور الرجاوي راه كيعرف هاد اللاعبين هادو، راه كيعرف الاسماء ديالهم، ولكن حنا بغينا نجيبوا العناصر اللي كما قلت في البدايه غادي تعطي الاضافه للنادي. الانتدابات راه ضروريه، اي نادي راه ضروري انتدابات، ولكن الانتدابات لا تعطي الاضافه ان شاء الله، ولا داعي لديك الاسماء. بيان سور. كيف ترى نتيجتين سلبيتين اللتان حصدهما الفريق خلال دوري الابطال، وهل ترى ان الفريق قادر على تجاوز دوري المجموعات؟ حسابيا لا زالت الحظوظ قائمه. يكفي اننا نجيب تعادل من انيمبا نيجيريا ونقول المقابلات بجوج اللي عندنا هنايا ونتاهلوا، بمعنى التاهل في دوري الابطال افريقيا النصف النهائي. يكفي انك تحصل على 8 او 9 ديال النقاط
وتحت المركز الثاني. النتائج هي نتائج مخيبة للآمال بكل صراحة، بكل صراحة، لأن حتى الفرق اللي لعبنا معها فرق المستوى ديالها عادي، متناول فرق في المتناول. كون كان استعدادات مبكرة واحد شهر قبل كنا نفوزوا في المباراة اللي لعبنا مع كوتون سبور أمام السودان. كون الهلال السوداني داروا ليه واحد الهالة، واحد صورة إعلامية مبالغ فيها، وظهر مستوى عادي ضدنا. وهذاك المستوى العادي اللي تظهر اللي ظهر به ضدنا راه فيه مجموعة ديال العوامل. راه حتى الفريق ديالنا ما كانش فريق ضعيف. إلا تقنيا غادي يقول لي الناس راه حنا ما وصلناش المرمى الخصم إلا في مناسبات نادرة، غادي نجاوب أيضا بأن حتى الحضور ديالنا في الملعب كان اللعابة باللغة ديال الكرة كانوا واقفين، بمعنى حصل واحد التغيير نسبي ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية. مازال هناك عمل، مازال خاص تكون، مازال كاينة الخدمة، لأننا كون ب 50% في المستوى ديال كل شيء به كنا غادي نفوزوا في السودان. إذا الحظوظ لا زالت قائمة، مازال عندنا أمل، مازال عندنا الأمام. والنتيجة اللي غادي تحسن في التأهيل للنصف النهاية هي النتيجة ديال نيجيريا. لا قدر الله كانت الخيبة ديال الأمل ولها نازلة، فالحظوظ غادي تكون تلاشات. ولكن إذا انتصرنا فالحظوظ غادي تكون قوية بزاف. إذا تعادلنا الحظوظ كذلك لا زالت قائمة. وأنا عندي اليقين أن اللاعبين ديالنا راهما قادرين، ونتمنى رغم الظروف اللي غادي نلعبوا فيها في رمضان، شهر رمضان، الساعة الواحدة بالتوقيت ديالنا، الساعة الثانية بالتوقيت ديال نيجيريا، الحرارة، ولكن الله سبحانه وتعالى راه قادر أننا نرجع بنتيجة إيجابية إن شاء الله. سيدي، قبل أن نختم حوارنا لهذا اليوم، هل هناك ما تضيف السيد إيجاب والي؟ نطرق لك كلمة خاصة. أولا الكلمة اللي غادي ننهي بها في هذا الشهر المبارك، وكنتمنى أن هذا الشهر يكون فاتحة خير على جميع المغاربة وعلى جميع المسلمين وعلى الجمهور الرجاوي، اللي كنوجه ليه واحد التحية خاصة، والجمهور اللي كيتفانه وكيعشق الفريق ديالو حتى النخاع. ورغم هاد الزوابع اللي تارت حول النادي والاحتجاجات اللي قام بها الجمهور ديالنا، فهي احتجاجات انا كنظن بانها مشروعه. ما يمكنش الانسان يثور ويكون هذاك وتكون هذيك الثوره حقيقيه الا اذا كانت نابعه من القلب. فالفريق اللي كيبغي او الجمهور اللي كيبغي النادي ديالو فهذاك هو رد الفعل. انا كنعتبره رد فعل طبيعي، وهو حب وعشق للرجاء بصوره اخرى. نعم، لان العشق ما كيكونش فقط بالود وبالقبال وبالتهاني، كيكون ايضا ذاك العشق اللي كيكون عنف، اللي فيه عنف، فيه انفعال، فيه توتر. وهذاك بالنسبه لي انا هو اسمى مراحل العشق. فتحيه اخرى للجمهور ديالنا العريق الكبير، جمهور الرجاوي. سيد خالد ايتوب علي، حوار شيق، نشكرك مره اخرى، والى هنا ينتهي الحوار، الى لقاء قادم ان شاء الله. شكرا لكم.